شهر وانا شهر ولا شهر وزيادة وانا ساكنة هنايا في الظلام بلا ما، هجمت عليا في داري ضربتني، جا واحد المسؤول من اللي من الضحى دوك اللي حطوا ليا جوج ديك النهار، واحد ديك النهار جاو بجوج حطوا ليا جوج، قالوا لي غنبنيو عليك. البارح جا واحد فيهم اللي سميتو عمر، عيط لهاد نعيمة اللي الفوق وهاد نوال ولا ما سميتها احلام، دخل عندهم ما عرفتهم شنو كانوا تيقولوا. في يوم اللي ركبت الخيط قطعته ليا وسبت التريسيان وهرب وخلى لي داكشي خاف منها، وانا جات دفعت عليا الباب قطعت لي صبعي درج ليها هو. مشيت قست حدا العيالات في الليل تمعت 11 ونص ولا 12، جيت دخلت باش نعس عاود جات تزتح عليا البيبان، دفعت عليا الباب قطعت لي صبع درجلي، ضربتني بالصندالة الكعبة ديالي هي زرقاء. تنطلب من الله ومن المحسنين ومن سيدنا يشوفوا لي فين نسكن، راني مش رضا. وهاد الناس اش بغاو عندي؟ هاد الناس اش بغاو عندي؟ راه شحال من واحد عاطيني السكنة. وهاد المرة هي النهار الأول اللي قالت لي لك كنت في السبوع تسخرت معاها جريت معاها من تم فوق ما يتجمع لها شي شغل تعيط لي تنعاونها لي يلاه صابتها وبحط لي ترحيل، تقول لي غير نشوف معاك شي محل اخر وخليها، درا عندي واحد من العائله يجي يكون راه بغاو يكون كونسياج. قلت لها حتى انا نكون كونسياج، حتى انا نشطب حتى انا نسيق، غير ما نتشرش من عندها وتقول لي لا قديتي تفكي هاد حاجاكم، هادشي ما قديتش نقول لكم داكشي اللي لقيت فيها واجي سكني. حيت قلت لها مول الدار خرجني، فاش نقيت الدار سكنت بثلاث ايام دارت عليا، قالت لي خرجي عندي شي واحد من العائله وهادشي ما بغيتش كاع نقولو. قالت لي واحد من العائله يجي وانت راه نشوف معاك شي سكنه اخرى. قلت لها انا مريضه ما قديت نعاود نرحل وما عنديش القدر باش نعاود نرحل. هادي قلتي لي دخلي النهار الاول، فاش تنقات عاود بغيتيها عيب عليك. صافي من ديك النهار تتخليني نهار جوج تنوض عندي نهار جوج تنوض. البارح كاع قطعت لي الخويط الضو باش نطرحن بحال الناس، ما عندي ميه بارده ما عندي خضيره ما عندي حتى حاجه ما عندي حتى حاجه، تعدوا عليا تعدوا عليا. وانا مريضه بالقلب البارح الليل كامل والشمع طافي عليا والبريكه باش نشعل نعيط لشي حد، ما لقيتش البريكه لحدي الان، ما لقيتش البريكه ما لقيتش البريكه لحدي الان، تنتفت بيدي تعيت ما لقيتش باش نشعل نشوف هذا نعيط لكم ولا نعيط لي جدار. وتيت تكرفسوا عليا دابا انا مواطنه تنقول عاش الملك، انا من حقي تكون عندي سكينه، انا مواطنه تنقول نعم للدستور، ما تكرفسوش عليا بحال هكا. حتى انا مسلمه تنشهد بلا اله الا الله محمد رسول الله، يشوفوا لي شي حل ما يخليونيش هكا تيقتلوني هاد الناس. اش بغاو عندي؟ غنتابعها علاش تضربني هنايا؟ ماشي دارها دار الدوله، غنتابعها نشوف شنو بغات عندي هي ونعيمه. في الاول خارجه عندي غير هادي، دابا بجوج بيهم. نطلب من الله ومن المسؤولين ومن الجمعيات يتعاونوا معايا ويتعاطفوا معايا، انا مريضه بالقلب، انا تنموت عرق بعرق. تنطلب من الله ومن الجمعيات يتعاونوا معايا، مريضه هادي عامين وانا قطعت الدواء ديال القلب دابا غير درجه جوج تنطيح، ويشوفوا لي شي حل فين نسكن. انا تنزوق فيهم لله لوجه الله، راني وحده منهم، راني بحال ميمتهم، راني بحال اختهم، ما يخليونيش ما يفوتونيش. وهاد المره اللي تتعدى عليا شنو بغات عندي؟ ما سكنتلهاش في دارها، ما سكنتلهاش في شي حاجه ديالها، وراتها لي النهار الاول، النهار الثاني بدات تقول لي حيدي نديك لوحده اخرى. هي ونعيمه، نعيمه واحلى. دابا انا تنموت بالقلب، تنطلب من الله ومن المسؤولين ومن الجمعيات يشوفوا لي شي حل ويعاونوني. راني القلب ديالي تيموت عرق بعرق، تنموت بعرق بعرق لله لوجه الله. شوفوا من حالي ورحموني.